أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حصولها على مساهمة مالية جديدة من دولة الكويت تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار لدعم الزراعة ومكافحة الجوع في سوريا والمساعدة في تعزيز أمنها الغذائي والتغذوي. وأكد المدير العام المساعد لمنظمة فاو عبد السلام ولد أحمد أن من شأن مساهمة الكويت السخية في الوقت المناسب تحقيق أهداف عدة بعيدة المدى في سوريا بتكثيف جهود فاو لدعم المجتمعات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي وإطلاق أنشطة تعزيز صمود المجتمعات الزراعية مع تحسين الأمن الغذائي والتغذية.